السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد متابعين قناة مستر علي للمعلومية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنريكم طريقة تصميم الصورة المصغرة احترافية ببرنامج فيلمورا 10. ابقوا معنا مع هذا الشرح وبركة الله. لنبدأ، نأتي إلى برنامج فيلمورا. نحتاج الآن إلى الصورة التي سنقوم تصميم الصورة المصغرة. هذه هي الصورة، نقوم بجرها إلى الأسفل حتى تناسب الشاشة الكاملة. والآن سنقوم بوضع أحد الشعارات. متى سأقوم بوضع هذه الأيقونات؟ نقوم الآن بجرها حتى تناسب الشكل. نقوم الآن بتصغيرها قليلا. مثلا سنقوم بتصغيرها أول شيء سنقوم به هو نقوم بتقريب هذه الصورة قليلا. نقوم بالضغط على الصورة ونقوم بالضغط على ريكاردي. بعد ذلك سنقوم بتصغيرها قليلا أو عملا زوم. هكذا حتى تناسب هذا الشكل. ثم نقوم بعمل أحد الشعارات مثل هذا الشعار، ثم نقوم بتصغيره قليلا. نكبره قليلا. نأتي الآن إلى الصورة الثانية نفس الطريقة. نقوم بتصغيرها حتى تناسب هذا الشكل. والآن سنقوم بكتابة، نأتي إلى التايتل ونقوم بكتابة التي تناسب هذه الصورة. نقوم بجرها إلى هنا. نقوم بعمل Advanced أو Avanced. متى سنقوم بكتابة احتراف التصميم والمونتاج؟ هكذا نقوم بتغيير هذا الخط. نقوم باختيار هذا الخط بكرة بول إيطاليك. نقوم بتصغيره قليلا. نقوم بتغيير هذا اللون. نأتي إلى خارج ريغلاج ونختار اللون المناسب أو هذا اللون. مثلا سأختار أنا هذا الخط مناسب، هذا اللون مناسب. ثم نقوم بالضغط على أوكي.
يمكنكم إضافة أحد أو المؤثرات. قوموا بعمل. أنا أتي إلى هنا. قوموا بإنزالي إلى الأسفل حتى الصورة. انظروا، سوف تتحصلون على الشكل النهائي هكذا. قوموا بتحريكها قليلا إلى اليمين. وبهذا سوف تتحصلون على صورة مسافرة احترافية بدون استعمال برنامج الفوتوشوب. تسجيلات لحفظها على سطح المكتب. نقوم بالضغط على الكاميرا، وها هي الصورة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.